وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى لسيد أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه بشرح العلامة الإمام السرقسطي عند تعريف المستحيل، عندما قال رضي الله تعالى عنه: ولما فرغ من تعريف الواجب شرع يذكر في تعريف المستحيل فقال: والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، كعروي الجرم مثلا عن الحركة والسكون. فالمستحيل اسم فاعل من استحالة عقلا من الإحالة، التي هي عدم قابلية الوجود. بمعنى الإحالة عدم قابلية الوجود، يبقى أصلها الإحالة أو المحال بالنسبة لاسم الفاعل. إنما المستحيل اللي هو فيه السين والتاء، السين والتاء فيه للطلب. وما معنى أن السين والتاء للطلب؟ يعني طلب من المكلف أن يحيله. يعني ما معنى أن يحيله؟ يعني أن يجعله مستحيلا أو محالا. وكيف يجعل المكلف المستحيل محالا وهو في نفسه محال؟ يعني لا يقبل الايه الوجود، سواء وجد المكلف ام لم يوجد. يعني طلب المكلف ان يحيله وهو محال، هذا تحصيل حاصل. يعني كيف أنا أحيل المحال؟ يعني أجعل هذه أسوأ حاجة في العلم، اللي هي هذه الأمور. يعني هذه في الجامعات والمعاهد صعبة جدا، لا يضبطها إلا الغربيون. لا يمكن تسمع في الغرب الصفار ولا جايبين هندسة أصوات بطريقة عجيبة، يعني يجسمون الصوت، آخر واحد يسمع كالذي بجواري. لكن عندنا هنا يدخل الشيخ في المحاضرة يبدأ الصفير، ويا إما الصوت مكتوم لا يخرج، أو السلك مقطوع، أو في مشكلة في البطارية. فيجلس الشيخ نصف ساعة في تصليح الصوتيات فينتهي صوته. فإذا تم الإصلاح أصبح الشيخ نفسه هو الذي يحتاج إلى هذه مشكلة عجيبة. مش عارف إحنا يعني كيف لا نهتم بأمور بسيطة. يعني ممكن بعض الشيوخ إذا حصل إزعاج في مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يشرح، يغلق عليه. فإذا رأى الصوتيات جميلة ومعدة مسبقا يعني يتكلم، لا يحصل له الانقباض أو الصد. فهذا يعني معناه أنكم تستعدوا للدرس قبل وقوعه في شتى الأمور، ما يتعلق بالمكان والزمان والصوت والصورة إلى غير ذلك. أما أن يترك إلى أن يبدأ الدرس فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هل وصلت الرسالة أم لا؟ طبعا لا. واحد يقرأ يلا. أظن كمان ليس يوجد أحد يستعد للقراءة، كل مرة نقول واحد يقرأ، فهذا ينظر إلى هذا وهذا، هذه مشكلة أخرى، فيصد الشيخ مرة أخرى صدود بعد صدود. بسم الله الرحمن الرحيم. والمستحيل اسم فاعل من استحالة عقلا من الإحالة التي هي على المقال بنية الوجود. وانت بتقرأ حرف حرف ولا كلمة كلمة، كيف تقول عدم قاء تسكت وتقول بلية الوجود؟ لازم الجملة يكون فيها مسند إليه وفيها مسند عشان الفائدة تحصل. كلام العرب كده لفظ مفيد، فإذا لم تكن هناك إفادة فلا تسكت. والمستحيل، والمستحيل اسم فاعل من استحال عقلا من الإحالة التي، احنا قلنا الآن الإحالة معناها ايه؟ عدم قابلية الوجود، يعني المستحيل لا يقبل الوجود أبدا بأي حال من الأحوال، وهذا هو معنى أنه محال، يعني محال وجوده. طب ما فائدة السين والتاء؟ السين والتاء فيها أقوال. السين والتاء هنا بيقول إيه؟ للطلب. ما معنى للطلب؟ يعني طلب من من اللي طلب؟ الشارع، من المكلف أن يحيله. طيب كيف يحيل المكلف المحال وهو محال؟ لو كان معنى أن يحيله يعني أن يجعله محالا فهذا خطأ. ليه؟ لأنه هو في نفسه محال، فلو أنت جعلته محالا يعني هو لم يكن في نفسه محال، إذن فكان ممكنا، وهذا معناه انقلاب الحقائق. الممكن أنت جعلته مستحيلا، إذن فأنت قادر على أن تجعل المحال ممكنا وأن تجعل الواجب جائزا، وهذه هي أحكام العقل، يعني التي يحكم بها العقل. يبقى إذن الواجب هو في نفسه واجب سواء وجد عقل أو وجد عاقل أو لم يوجد، والمحال كذلك. يعني لا تتصور أن الإنسان هو الذي يحكم على هذه الأشياء، وإنما هو يكتشف بعقله، يكتشفها وهي في ذاتها هي هي، حتى لو لم يوجد مكلف. يعني المحال لا يقبل الوجود حتى ولو لم يكن هناك مكلف أو كان، والواجب لا يقبل العدم سواء كان هناك مكلف أو لم يكن، أو كان هناك عقل أو لم يكن، والجائز هو الجائز. فلا تتعلق قدرة الإنسان ولا فعل المكلف بهذه الأمور، حتى القدرة الإلهية لا تتعلق. الله تعالى لم يجعل المستحيل محالا لأنه هو في نفسه في ذاته محال، لا تتعلق به القدرة، ولو تعلقت به القدرة لكان ممكنا. والقدرة لا تتعلق بالواجب، يعني الله تعالى لم يجعل الواجب واجبا، ولو جعل الواجب واجبا لكان الواجب ممكنا. فالقدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالإيه؟ بالمستحيل. واضح ولا لسه؟ أمال ما معنى السين والتاء للطلب؟ يعني طلب الشارع من المكلف أن يحيله يعني أن يعتقد إحالته، إذن فالمطلوب من المكلف هو اعتقاد أنه مستحيل. يبقى إذن السين والتاء للطلب يعني لطلب اعتقاده،
وليس لطلب إحالته. ولكن الشيخ الأمير في الحاشية قال إن جعلها أي السين والتاء للطلب ضعيف، فإن هذا اسم له، يعني هو اسم كده المستحيل، وليست السين والتاء للطلب، يعني إذا طلب منك أن تعتقد إحالته هيسمي مستحيل. طب إذا لم يطلب يبقى المفروض نحذف الإيه؟ السين والتاء. فهو يقول هذا اسمه بقطع النظر عن الطلب، بل وقيل بل وقبل ورود الشرع، لأنه من الأمور العقلية. ثم قال والظاهر الشيخ الأمير أنهما زائدتان، يعني السين والتاء مجرد زيادة، وأن الاستحالة هي الإحالة كما يفيده مين؟ ها؟ القاموس. وفي أقوال أخرى إنه السين والتاء للعد وليس للطلب، يعني المستحيل ده أمر كلي يندرج فيه جزئيات كثيرة، فنعدها من الأمور المحالة عقلا، يبقى السين والتاء للعد. أو هناك رأي آخر أن السين والتاء للنسبة أو للطلب، أقوال كثيرة، لكن الشيخ بيقول الإحالة هي الإيه؟ هي الاستحالة. نعم. والسين والتاء فيه للطلب، أي طلب الشارع من المكلف نفي الشريك عن البارع عز اسمه، والواو فيه يسهل أن تكون عاطفة ويسهل أن تكون للاستئناف. يعني والمستحيل يعني حيعطف، يقول الواجب والمستحيل والجائز، ينفع أن تكون الواو عاطفة على ما قبلها، ويصح أن تكون للاستئناف، يعني لقد عرفنا الواجب والجائز، والآن نعرف ليه نستأنف الكلام فنعرف مين؟ المستحيل. وما أي مفهوم، يعني المستحيل مفهوم، يعني أمر مفهوم أو مذكور أو ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب. إذن ما دي اللي النكرة الموصوفة يصح أن تكون بمعنى مفهوم، يمكن نحذف كلمة ما والمستحيل ما لا، فنقول المستحيل مفهوم لا يتصور أو مذكور أو ممتنع، يجوز كل هذا نجعله تفسيرا لما بقرينة مقابلته بالواجب، وهي بمنزلة الجنس، يعني ما اللي فسرت بمفهوم أو مذكور أو ممتنع بمنزلة الجنس، يعني في الحد أو في التعريف. يعني مثلا لما نعرف الإنسان ونقول الإنسان حيوان ناطق، فما دي بمنزلة كلمة حيوان، يعني لو قلنا الإنسان ما ناطق يعني شيء ناطق أو معلوم الناطق أو مفهوم الناطق، يبقى كأنه إيه؟ هنا جنس. أما هنا في تعريف المستحيل بمنزلة الجنس، خلاص؟ ليه طب هنا قلنا بمنزلة الجنس ولم نقل جنس؟ يعني إيه الفرق بين هي جنس وهي بمنزلة الجنس؟ بمنزلة الجنس يعني هي ليست جنسا، ما فيش جنس، بس أنزلناها مكان أو وضعناها موضع الجنس في التعريف. كيف تفهم هذا؟ ما هو إذا لم يكن هناك فهم لا أستطيع أن أتكلم مع، يعني قل كونوا حجارة أو حديدا، لازم يكون فيه عقول. ها؟
قول ولو خطأ بس أشعر إنه في حياة، صم كده. يعني هو بيقول هنا ما بمنزلة الجنس. طب لما أجي أقول الإنسان حيوان ناطق، أقول حيوان ده إيه؟ جنس، وناطق فصل. هل أقول حيوان بمنزلة الجنس ولا أقول جنس؟ طب لماذا هنا قال بمنزلة الجنس؟ ما هو ليس جنس، ما عشان كده قال بمنزلة. طب ما الفرق من ما هو جنس وما هو بمنزلة الجنس؟ ها؟ لماذا لا تكون ما جنس؟ ها؟ خلاص نسأل كده سؤال مباشر. أصل حنقول لماذا لم يقل جنس؟ حقول لك هو ليس جنس. طب لماذا قال جنس في الإنسان ولم يقل بمنزلة الجنس؟ حقول لك ليس بمنزلة الجنس. والسلوب لا تنفع في التعريف. يقول لك من هذا؟ تقول لي من هذا؟ من هذا؟ هذا من اسمه؟ ها؟ غمري. فأنا أقول لك من هذا؟ تروح تقول لي ليس خيري. هل هذا عرفته كده؟ من هذا؟ تقول لي ليس من الملائكة. من هذا؟ ليس من الجن. لا ينفع السلوب في التعريف. أقول لك ما هذا؟ تقول لي ليس عصيرا. أقول لك ما هذا؟ طب ليس عصيرا وليس فاكهة وليس شرابا وليس ماء، ما هذا؟ جاوب. ها؟ فصل ايه هو؟ انا بتكلم على ماء، 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 انا ما تكلمت في مستحيل. ماء. فبيقول هي 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 مش هو، هي بمنزلة الجنس. لماذا لا تكون جنس؟ ايوه. وهذا يشمل جميع افراده ايضا. لا. ها خلاص احذفها خالص، مش مقرر. ليه؟ احنا لو قلنا المستحيل هنقول ما لا هيقع في الجواب. عارف؟ لانه هنا ليست حدود حقيقية وإنما هي إيه؟ رسم، مش حد حقيقي. لأنه الجنس والفصل يتركب فيهم تركيب، أما هنا ما فيش تركيب. والتركيب يكون في إيه؟ في الجوهر أو في الأجسام أو في الأشياء المحسوسة فيها تركيب. فنقول الإنسان حيوان ناطق، فمركب من الإيه؟ من الحيوانية والناطقية، أو يتركب من الجسمية، أو من جسم نامي حساس أو جسم مطلق، حتى نقول إيه أعلى الأجناس وإيه الجوهر. ولذلك كان الجوهر هو أصل المركبات، فهنا ما فيش تركيب. زي ما نقول إيه السكنجبين ده مركب من الإيه؟ من الخل والسكر، أو الخل والماء، في تركيب. هنا ما فيش تركيب، فأنزل الشيء المعنوي منزلة الشيء المحسوس، فليس هناك جنس لأنه ليس هناك تركيب. فلهذا قال بمنزلة الجنس ولم يقل هي إيه؟ جنس. مفهومة لسه؟ تفضل. هذه تعريف لفظية ليست حدود حقيقية. الحد الحقيقي لازم يكون فيه جنس قريب وفصل قريب، هذه الحدود الحقيقية. وما أي مفهوم أو مذكور أو ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب وهي بمنزلة الجنس، فيشمل الممتنع بالغير وما بعدهما بمنزلة الفصل مخرج له. يعني
ما يقول ما أي يشرح لنا ما اللي هي إيه بيسموها نكرة موصوفة مفهوم يعني ما يفهم منه أو مذكور يعني عندما يذكر يكون تعريفه كذا أو ممتنع لماذا قال ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب لأن الواجب ليس ممتنعا بل حاصلا وهي اللي ما بمنزلة الجنس فيشمل الممتنع بالغير هي معنى الممتنع بالغير يعني المستحيل فيه نوعان في مستحيل ذاتي اللي هو ممتنع بنفسه وفي مستحيل عرضي يعني هو في أصله ممكن ولكن تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده فهو في ذاته ممكن ولكن نظرا لتعلق العلم بعدم وجوده صار مستحيلا لكنه إيه؟ مستحيل يعني ممتنع لكنه ممتنع بالغير وليس ممتنعا بنفسه مثل إيه؟ كإيمان أبي لهب جائز يمكن أن يؤمن ولكن صار إيمان أبي لهب مستحيلا لتعلق العلم بعدم وقوعه أو لتعلق العلم بضده فإن العلم الإلهي تعلق بكفره لا بإيمانه وأنزل الله تعالى فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب إذن فلا يمكن أن يؤمن ولكن هل إيمانه مستحيل؟ نعم مستحيل عرضي وليس مستحيلا إيه؟ ذاتي واضح؟ ما. ولا نافية يتصور أي لا يدرك ولذلك بعضهم جعلها مشكلة كبيرة قضية إيمان مين؟ أبي لهب فقال هل هو مكلف هل هو مكلف بالإيمان لو كان مكلفا بالإيمان لاجتمع متناقضان أنه كلف بأن يؤمن أنه لا يؤمن وهو هذا هو الموجود في القرآن الكريم يكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فهذا جمع بين إيه؟ بين متناقضين ولذلك مثلوا لهذا الأمر بإيمان مين؟ بإيمان أبي لهب يعني بعد أن نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب معنى هذا أن أبا لهب لا يمكن أن يؤمن ولو آمن لصار القرآن الكريم كذبا إذن فلا يمكن أن يتخلف ما أخبر الله تعالى به ولهذا كان يدعى إلى الإيمان قبل نزول هذه السورة أما بعد نزولها فلا داعي لدعوته إلى الإيمان يعني لا يصلح لأحد أن يدعوه بعد ذلك واضح ولا لسه؟ يلا ولا نافية يتصور أي لا يدرك والإدراك وصول الشيء إلى المعنى إذا كانت ما بمنزلة الجنس واضح؟ يبقى إذن طالما هناك ما هو بمنزلة الجنس أين ما هو بمنزلة الفصل ولذلك قال وما بعدهما بمنزلة الفصل يعني نقول المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده يبقى ما بعد ما هو إيه بمنزلة الفصل ولا نافية لا يتصور يعني يدرك
والإدراك وصول الشيء إلى المعنى بتمامه. يعني متى تقول أدركت؟ إذا وصلت إلى جزء المعنى لا، لم تدرك. نصف المعنى لا، لابد أن تصل إلى المعنى به، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يبقى الإدراك أن تصل إلى ليه؟ إلى المعنى بتمامه في العقل، على ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول. قلنا في الدرس الماضي إما أن تقرأ بالبناء للمجهول، وإما أن تقرأ بالبناء للمعلوم، كما في إيه؟ في تعريف الإيه؟ الواجب. فنقول ما لا يتصور، ويكون يتصور ما لا يتصور في العقل عدمه، اللي هو الإيه؟ الواجب. أما المستحيل حنقول ما لا يتصور في العقل وجوده، فتكون يتصور يعني يمكن. إذا قرأت بالبناء للإيه؟ للمعلوم. طب وإذا قرأت بالبناء للمجهول، يبقى يتصور يعني يدرك أو يقبل. واضح؟ يبقى لها إيه؟ لها وجهان في القراءة، وهذا صحيح وهذا صحيح. أن تقرأ بالبناء للمعلوم فتكون ما لا يتصور في العقل عدم، يعني لا يمكن، يعني تشيل كلمة يتصور وتجعل مكانها يمكن، يعني لا يمكن. أما يتصور يعني لا يدرك العقل هذا، لا يصل إليه، لا يقبله، لا يسلم به. لأنه شرحنا وقلنا التصور ليس بمعنى حصول الصورة في الذهن، لأن هذا يمكن حصوله على سبيل الافتراض مثلا، إنما على أنه يصدق بوقوعه أو يقبل ذلك لا. يعني أنا مثلا أقول لك الجمع بين الضدين، ممكن أدرك هذه الصورة في الذهن، ضدان زي البياض والسواد، فأتعقلها في الذهن، بياض وسواد معا، لكن لا أصدق بوجود ذلك في الخارج أو في الواقع. هذا هو معنى لا يتصور بالبناء للمجهول. أما بالبناء للمعلوم يبقى معناها لا يمكن. ولذلك أنا بقول على ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول أو لا يمكن وجوده أي ثبوته على أنه مبني للمعلوم. ما هو الذي يبنى للمعلوم أو يبنى للمجهول؟ ويتصور وإيه؟ يتصور. والضمير في وجوده يرجع إلى ما باعتبار ما صدق للمفهوم الذهني، كما نتبادله إلى فهم بعض الطلبة النقلة. يعني عشان كده شرحنا الآن إنه المفهوم الذهني ما ينفعش رجوع الضمير إليه، لأنه يمكن في الذهن أن يتصور زي تخيل يعني، إنما يرجع إلى ما صدق، يعني الموجود في الخارج وليس الإيه؟ المفهوم في الذهن. المفهوم في الذهن صورة حاصلة في الذهن، ولكن هل هي في الخارج موجودة؟ هنا الما صدق، يعني أفراد هذا المستحيل هل توجد في الخارج؟ لا، يمكن أنا أتصور في ذهني ما هو الشريك لله أو ما هي الزوجة، وأتصور لها كيان في الذهن، أتخيل مثلا زوجة أو شريك لله، ولكن عندما أنظر إلى الوجود الخارجي لا أجد إلا الإله وحده، لا شريك له، ولا والد ولا ولد ولا معين ولا وزير إلى غير ذلك. نعم تفضل. ويدلك على ما قلناه قول المولى سعيد
الدين في حاشية العمر. قول المولى سعد الدين، وسعد الدين مين؟ التفتزان. في حاشية العضد، العضد مين؟ الإيجي. ما نصه؟ وحاصل معنى قولنا اجتماع النقيضين ممتنع أن المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ ممتنع، أن يوجد في الخارج فرد يطابقه. شوف كده، يبقى هو في الذهن تحصل الصورة فليست ممتنعة ذهنا، لكن هل يوجد في الفرد في الخارج فرد يطابقه؟ لا. انتهى كلامه رحمه الله، جاء يعني بكلام سعد الدين التفتزاني عن العضد في أو في حاشية العضد ليفسر لك ما قلناه. ولما كان المستحيل، ولما كان المستحيل ينفصل إلى قسمين كما انفصل الواجب إليهما، ضروري ونظري، وأن الضروري ما يدركه العقل بلا تأمل، أشار إليه ممثلا له بقوله. يعني المستحيل ينقسم إلى قسمين زي الواجب وزي الجائز أيضا، ضروري ونظري، فتكون الأقسام كام؟ ستة. والضروري ما يدركه العقل بلا تأمل، أما النظري هو ما يحتاج إلى إيه؟ إلى تأمل. أشار إليه ممثلا له بقوله كعروة الجرم مثلا عن الحركة والسكون، يعني عرو يعني تجرده عنهما بحيث لا يتصف بواحد منهما، يعني لا يكون الجرم ساكنا ولا متحركا. هذا مثال للإيه؟ للمستحيل. فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العرو ضروري للعقل، إذ الجرم معناه الذي له حيز أي قدر من الفراغ، فهو إما أن يثبت فيه فيكون، يعني الجرم يثبت في الحيز فيكون إيه؟ ساكنا، أو ينتقل عنه فيكون متحركا، لأن الحركة عن النقلة، فلا يتحرك إذا كان ثابتا، أما إذا انتقل يعني مثلا هذا الشيء هنا ولم يتحرك أو لم ينتقل ثابت، فهذا إيه؟ ساكن. انتقل إلى حيز آخر هنا يبقى أصبح إيه؟ متحرك. والحركة الوحدة تحتاج إلى ستة أمور، ستة. شوف كده، أول حاجة منه ما منه الحركة، من إلى، أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى، هذه حركة نقلة، أي حركة عن نقلة. من يبقى لا بد يكون في من وإيه وإلى، أهم كام دول؟ اثنين، البداية والنهاية. بعد كده ما فيه الحركة، فيه يعني المكان الذي فيه الحركة، والزمان، يبقى هذه أربعة، فيه يبقى ظرف زمان وظرف إيه. بعد كده ما به الحركة، بعد كده ما له الحركة، يبقى كل حركة تحتاج إلى ستة إيه؟ أمور أو ستة أشياء. ولذلك عرفوا إيه؟ السكون بإيه؟ بأنه كونان، كونان في آنين في مكان واحد، ده إيه ده؟ السكون. طب والحركة؟ كونان في آنين في مكانين. أو هناك تعريف آخر، السكون هو إيه؟ الحصول الثاني في المكان الأول. طب والحركة؟ الحصول الأول في المكان الثاني. خلاص؟ مفهوم؟ يحتاج إلى ترجمة؟ كعروة الجرم مثلا عن الحركة والسكون، عروة يعني خلو أو تجردي، يعني هل الجرم يوصف بأنه لا متحرك ولا ساكن؟ ها؟ هذا مستحيل. فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العروة ضروري للعقل، إذ الجرم معناه الذي له حيز
أي قدر من الفراغ، فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكنا، أو ينتقل عنه فيكون متحركا، وكونه لا يثبت في حيزه ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. وعلى كل من التفسيرين لا يكون الجرم في أول حدوثه متحركا ولا ساكنا، فاعرفه. يعني الشيخ هنا عاوز يقول لنا ايه؟ في تعريفين للحركة وايه هو السكون، مش كده؟ ايه التعريف اللي احنا قلنا ده؟ كونان في آنين في مكان، يبقى كده لازم يكون كونان يعني حصولان، في آنين يعني في زمنين، في مكانين، كده يبقى ايه؟ حركة. طب والسكون كونان يعني حصولين، في آنين يعني في ايه؟ في زمنين، لكن المكان واحد، لأنه لو كان مكان تاني هيبقى حركة، يعني لأنه طالما في مكان آخر يعني في نقلة. لما لو كان المكان الأول كما هو يبقى ما فيش نقلة، ما فيش حركة. طب يبقى إذن كيف تكون السكون؟ كونان يعني إيه كونان؟ يعني وجودان. آنين يعني زمنين، زمن أول وزمن ثاني. بناء على التعريف ده، الجرم أول ما خلقه الله تعالى لسه ما حصلش الزمن الثاني، ما قال لك في آنين، لسه في أول آن وفي أول كون، يعني في أول حصول. يبقى بالنسبة لهذا الجرم عند أول حدوثه لا متحرك ولا سكن، بناء على التعريف ده. شو انتوا بتقولوا كونان؟ ده لسه في الكون الأول. بتقولوا في آنين؟ لسه في آن وجود، لسه بيخلق في أول خلقه، فلا يوصف بأنه متحرك ولا إيه؟ ولا ساكن، ولكن هذا في أول حدوثه. أما بعد تقرره وبعد وجوده يستحيل أن يخلو من الحركة والسكون. فربما واحد يعني يقول لك الجرم في أول حدوثه لا متحرك ولا ساكن، وانتوا بتقولوا ايه؟ مستحيل، مستحيل، مش كده؟ يقول له هو مستحيل، ولكن بعد وجوده وتقرره لا أثناء وجوده. واضح؟ والمستحيل النظري هو ما يدركه العقل بعد التأمل، ككون الذات العلية جرما تعالت. فإن استحالة كون الذات العلية جرما تعالت لا يدرك إلا بعد النظر والتأمل. ثم عرف الجائز فقال: والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، كموت الواحد منا اليوم أو غدا. ولما يموت اليوم أحسن. يلا اقرأ. ولما فرغ من تعريف المستحيل شرع في ذلك تعريف الجائز فقال: والجائز اسم فاعل من جاز وجوده إذا أمكن، هو بحمزة مخففة مبدلة من واو، إذ أصل ماضيه جوز لأنه من الجواز. وتقرر في التصريف إبدال الحمزة من الواو من الياء في الفاعل مما أعل عينا. يعني الجائز أصله جاز، جاز، والمضارع يجوز، خلاص كده. وهو بهمزة مخففة مبدلة عن الواو، يعني أصلها جاوز، خلاص. إذ أصل ماضيه، يعني الماضي فين؟ الماضي بتاع الجائز اسمه إيه؟ الماضي جاز، مش كده؟ جاز، زي قال فعل ماضي، لكن أصلها قولا. كيف عرفنا أن أصلها الواو؟ هات المصدر.
قال قولا، أو تقول قال يقول، جاءت في المضارع أيضا. يبقى كل الألفات دي أصلها واو، إنما الألف بتاعت رمى أصلها ياء، رمى رميت، خلاص. باع يبيع أصل الألف دي إيه؟ ياء. طب خاف أصل الألف واو، لأنه المصدر الخوف، ولا تقول الخيف، الخوف، واضح؟ يبقى كلمة جائز أصلها جوز، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، على طول كده في علم الصرف. أي واو تتحرك وقبلها فتحة يبقى تنقلب أوتوماتيك من غير ما حد يقلبها، واحدة كده من نفسها. أي واو متحركة وقبلها فتحة ألف مباشرة، أوتوماتيك. جاز جوز، لأنه من الجواز. وتقرر في التصريف إبدال الهمزة من الواو، يعني الواو نبدلها همزة ونبدل الياء همزة والعكس، خلاص. ومن الياء في الفاعل مما أعل عينا، لأن العين أصلا لما تقول جاء وزا، جاء وزا على وزن فعلا، فين الحرف العلة اللي هو العين؟ أعل عينا، يعني العين هي حرف العلة، العين اللي هي في الميزان. قال قا ولا، برضو قال نفس الحكاية، أعلت إيه؟ عينا. ومعنى أعل يعني حرف علة. ما بمنزلة الجنس، ونفس التعريف، واقع على مفهوم أو معلوم أو مذكور، ولا ينبغي أن تكون على شيء، لأن الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود، يعني نقول هي واقع على معلوم، لأن المعلوم ممكن يكون موجود وممكن يكون مفهوم أو مذكور وليس موجودا، لأنه شيء لا تطلق في اصطلاح المتكلمين إلا على الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود. أما في اللغة ينفع تطلق الشيء على الموجود وعلى غير الموجود، يعني مثلا لغة في قوله تعالى إن الله على كل شيء، ما ينفعش على كل موجود، لأن الموجود لا تتعلق به القدرة، يبقى على كل شيء قدير، يعني على كل ممكن. لا، مثلا ولا تقولن لشيء، هنا المعنى اللغوي، لا يصلح أن تقول هنا لشيء إني فاعل ذلك غدا، لا يصلح أن تكون شيء يعني معناها الموجود، لأنه لسه لم إني فاعل ذلك غدا، غدا لم يكن، ليس له وجود عندما تقول له. لا تقولن لشيء، يعني مثلا أقول لك غدا سنشتري سرير لأنام عليه، هتقول لي أين تضع هذا السرير؟ أقول لك هنا ونحن مشتركان في الغرفة، وأنت تقول لا، لأنك تريد أن تأتي بسرير آخر تضعه في نفس المكان أو في نفس الحيز، فيحصل إيه؟ مشاجرة. أنت ترفض، تقول لابد عندما أشتري السرير غدا أن أضع هنا، وأنت تقول له لا يستحيل، لأني أنا الذي أضع السرير هنا، فيحصل إيه؟ صراع ونزاع وربما قتال على شيء ليس موجودا أو لم يوجد بعد، يعني نتنازع. طيب المفروض عقلا أن ننتظر حتى يأتي السرير، ثم لأنه ممكن أنا غدا أموت لا أذهب إلى السوق ولا أشتري السرير أصلا، فما الداعي أن تخلق مشكلة ليست موجودة؟ انتظر، ربما هو يموت أو أنت تموت أو تذهب إلى السوق فلا تجد سريرا. يبقى الشيء في اللغة يطلق على الموجود وعلى المعدوم وعلى المقدر ذهنا وعلى الممكن وعلى المعلوم على ستة،
زي ما قال سيبويه. أما في اصطلاح المتكلمين الشيء هو الموجود، فغير الموجود لا يقال له شيء، يعني لا يقال للمعدوم شيء، بخلاف المعتزلة يقولون بشيئية المعدوم. والمعتزلة مساكين سامحهم الله، قالوا المعدوم شيء، المعدوم الممكن، يعني الممكن المعدوم عند المعتزلة شيء. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسماه شيئا قبل أن يكون، أن يقول له كن فيكون، إذن فهو شيء في حالة عدمه. أن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، فلمن يتوجه الخطاب إذا كان المعدوم ليس شيئا؟ أن يقول له كن فيكون، يعني ساعة أن قال له كن هل هو كائن؟ هل وجد ولا لا؟ لم يوجد، ومع ذلك قال إنما أمره إذا أراد شيئا. فالقرآن سماه شيء. وأنتم يا شاعرة لا تؤمنون بالقرآن؟ قل لهم نحن نؤمن بالقرآن ونفهمه، وأنتم تؤمنون ولا تفهمون. قال أهل التحقيق هذا ليس خطابا حقيقيا، يعني إذا أراد الله أن يوجد شيئا لا يقول له كن، لأنه إذا أراد الله شيئا وتعلقت به القدرة يوجد من غير إيه؟ كن. وإنما كن معناها تمثيل لسرعة الإيجاد، وليس هناك كلام أو خطاب حقيقة للإجماع على أن الكلام ليس من صفات التأثير. صفات التأثير التي توجد وتعدم هي القدرة وليس الإيه؟ يعني إذا أراد الله شيئا وتعلقت به قدرته فيوجد الله الأشياء بالقدرة لا بالكلام. إذن فلا توجد كن في الحقيقة، ما فيش حاجة في الحقيقة كن، ما فيش كاف ونون، ده تمثيل، يعني كأن الله تعالى يقول لك إذا أراد شيئا يوجده بسرعة كأنه قال له كن فيكون، في أسرع من كده؟ وهذا ما عبرت عنه آية أخرى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، لمح أسرع كمان من إيه؟ من كن. مش كده؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يبقى هل هناك كن حقيقة؟ لا، للإجماع على أن الكلام ليس صفة تأثير، وإنما التأثير للإيه؟ للقدرة والإرادة. الإرادة تخصيص والكلام تأثير. ومن هنا نعلم إنه الخطباء لما يجي يخطب يوم الجمعة يقول لك إيه؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، مش كده؟ واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. قل له لا، لا في كاف ولا في نون، هذا مجاز. ما احنا مساكين، التيار السلفي الغاشم أثر على الناس فلم يفهموا المجاز. نعم، كل محصل بعض، أهم خير أم قوم تبع؟ يعني لا، السلفية يفهمون أنه في خطاب حقيقة، المعتزلة كل مشكلتهم في تسمية الإيه؟ الممكن المعدوم شيئا. ونحن نقول إيه؟ أنه هو لا يتقرر له الشيئية إلا بعد وجوده،
وأما ما استدل به المعتزلة فليس تحته طائل. ليه؟ لأننا قلنا إنه اللي يقول لك فإن رزقك بين الكاف والنون كده، هذا إيه؟ تمثيل لسرعة إيجاد الله للأشياء. ولذلك تأتي في آية تبين لنا المعنى. مين يعرفها؟ أنت عارف؟ بس بتدافع عن المعتزلة وخلاص؟ أو بتدافع عن الوهابية كمان؟ يا ريت كمان بيدافع عن من هم شر من المعتزلة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كمل الآية، حتى القرآن مش حافظينه. أنا لم أسمع شيء، أنا ما سمعت لا قرآن ولا إنجيل. إن مثل عيسى ثم قال له، هل قال الله تعالى لآدم كن؟ هل قال الله تعالى لسيدنا عيسى كن؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فكن فكان لا فأجاء المخاط ونزل. من فين كن؟ وفين كن في آدم؟ خلقه من تراب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فكلام أهل التحقيق وأهل العلم لك ده بيمثل لك ربنا عشان تفهم سرعة إيجاده له. فمرة يقول لك يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يعني كمثل أحدكم إذا قال كن. وفي آية أخرى جاب المثال واضح، قال إيه؟ إلا واحدة هنا تشبيه كلمح بالبصر. لسه ما زلتم برضو مقرين أو يعني مصممين على الرأي إنه هو في كن في خطاب حقيقة؟ لسه مصممين على كده؟ إيه دخل التأكيد؟ التأكيد لسرعة الإيجاد والتمثيل وليس التأكيد لكن. إنك امرؤ فيك سلفية. يلا. فيفترض أن المعلوم لا يتصف بالإمكان، والجائز قد يكون معلوما ويتصف بالإمكان الذي هو الجواز. نعم، الشيء لغة يطلق على الموجود والمعلوم. ما هو لو كانت آخر كلمة، لو كانت كن دي لها دخل في التأثير أو في الإيجاد، يبقى لا يوجد شيء في الكائنات إلا بها. فخلق الله السماوات والأرض والجبال والشجر والحجر وما قال لشيء من ذلك كن. صح؟ فقال لها والأرض ائتيا، مش كونا، بعد أن وجدتا. واضح ولا مش واضح؟ أظن ده هو الكلام الصحيح. مش احنا بنقول القدرة تتعلق بالإيجاد والإيه؟ إيجاد يتأتى بها إيجاد الممكن وإيه؟ طب هل يقال هذا في تعريف الكلام؟ هل الكلام يتأتى به إيجاد الممكن؟ لو كان الأمر متوقف على كن لكان تعريف الكلام هكذا، صفة يتأتى ولم يقل به أحد من العالمين. أنت موافق؟ طيب الحمد لله أهو معانا. قال تعالى: إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يصح هو بكسر الصاد؟ يصح يعني شح يشح، ما تقولش يشح أو يصح، يصح. وعبر بالصحة في الجائز دون التصور، يعني لماذا لم يقل والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه؟ ألم يقل هذا في الواجب وقاله في المستحيل؟
لماذا جاء عند الجائز وغير كلمة إيه؟ ليه؟ راح قال إيه؟ يصح، يعني عبر إيه؟ عبر بإيه؟ بالصحة، دون إيه؟ دون التصور، لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة، والصحة خاصة بالجائز والواجب. شفت كده يعني النكتة في التعبير بالصحة، الإشارة إلى أن المراد هو ما هو المتبادر إلى الفهم منها، وهو مجرد إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل، وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. يعني لماذا قال يصح؟ لأنه يريد بكلمة يصح مجرد إمكان وجوده، إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل، وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. يعني يمكن العقل يتصور كده يصح يصح، سواء وجد هذا التصور أو لم يوجد، فلأجل هذا غير في الجائز كلمة يتصور، لأنه هو عاوز يقول لك إذا تصور وجوده يبقى ده الواجب، وإذا تصور عدمه يبقى ده إيه؟ فهو عاوز يمكن كده ويمكن كده، لا يريد أن يقع التصور بالفعل، وإنما هل يمكن أن يقع؟ يمكن، فلأجل هذا قال يصح ولم يقل إيه؟ لأنه التصور معناه حصول الصورة، فهو يقول لك لا مش لازم تحصل، بس هل يمكن تحصل؟ يعني هل يصح إن يعني هل ينفع يعني كلمة تصح يعني زي ما نقول هل ينفع؟ ينفع، يعني ينفع كده وينفع كده، ولأجل هذا عبر بإيه؟ ها؟ ليصح دون إيه؟ دون التصور. ليه؟ لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة، والصحة خاصة بالجائز والواجب، فتقول في ذلك كل ما يصح. شوف كده، شوف العبارة الدقيقة، كل ما يصح يتصور كالواجب والجائز، وليس كل ما يتصور يصح، فالمستحيل يتصور ولا يصح، والجائز والواجب يتصور ويصح، فكل ما يصح وليس العكس، وليس كل ما يتصور يصح، فالمستحيل يتصور مش كده، والواجب يتصور والجائز يتصور، إلا أن المستحيل لا يصح، يعني يتصور ولا إيه ولا يصح. يبقى كده كل ما يصح إيه؟ يتصور وليس العكس، فإنه يتصور في الذهن ولا صح في العقل المتبادر منه تعلقه بيصح، وقيد الصحة بالعقل ليدخل نحو تعذيب المطيع ولو ملكا. يعني لماذا قال يصح في العقل؟ لماذا قيدها بالعقل؟ عشان يدخل إيه؟ الجائز العقلي، أصل في جائز شرعي وفي جائز إيه؟ عقلي. الجائز العقلي زي إيه؟ تعذيب المطيع ولو ملكا، يعني يجوز الله تعالى أن يعذب المطيع ولو كان ملكا، أو ما هو أفضل منه، يعني النبي الأنبياء، لأن الأفضل من الملائكة الأنبياء في معتقد أهل السنة، فيجوز تعذيب الأنبياء عقلا ولكنه لا يجوز شرعا، ولأجل هذا قال إيه؟ عقلا، يعني في العقل جائز، يعني لو عذب الله تعالى كما جاء في حديث ابن عباس أهل السماوات وأهل الأرض جميعا لعذبهم وهو غير ظالم. ليه؟ لأنه لم يتصرف في غير ملكه، والظلم هو التصرف في ملك الغير، فلو أن الله تعالى أدخل الإنس والجن والملائكة والأنبياء النار لم يكن ظالما، لأنه ما اعتدى
على ملك غيره، ولكنه تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل. يعني أنا الآن هذا كتابي أتصرف فيه كيف أشاء، أحذف الصدر ده وأشيل الصفحة وأقطع الورق وأكتب اسمي وأكتب رقم التلفون، هل تقول لي تسألني لماذا تفعل؟ إنما إذا أنا فعلت ذلك في كتابي تقوم الساعة. ليه؟ لأنني تصرفت في ملك غيري. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا. يبقى إذن سؤال هنا برضو مهم، هل يتصور أن يكون الله تعالى ظالما؟ وإذا جرينا على هذا التعريف أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، إذن فلا يمكن أن يتصور الحق تعالى ظالما، لأنه ليس هناك غير حتى يتصرف في ملكه. تبقى كيف يتصور الظلم في حق الله؟ يبقى محال أن يظلم. ليه؟ لأن الظلم هو الاعتداء أو التصرف في ملك الغير، والله تعالى لا غير معه، والملك كله له، والخلق خلقه، والأمر أمره. إذن فلا يمكن أن يتصور أن يكون الله تعالى ظالما. هذا رأي، ولكن هذا ليس رأي أهل السنة، ده رأي غير أهل السنة. هو صحيح عقلا، هل هناك غير مع الله؟ لا. ولكن أهل السنة قالوا لا، الظلم له له تفسير آخر، وبناء على التفسير الآخر ممكن يتصور الظلم في حقه تعالى. ما هو الظلم؟ قالوا وضع الشيء في غير موضعه. يعني مثلا تعذيب الإنسان على ذنب غيره، لو أنا مثلا أذنب ابني أو أخي أو جاري وأنا أعذب مكانه، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، يعني يمكن أن يفعل الله تعالى ذلك، أن يعذبنا بذنوب غيرنا، ففي هذه الحالة يكون ظالما ويتصور الظلم في حقه تعالى. ومن أجل أن الظلم يمكن أن يقع، يمكن عقلا وليس شرعا أن يقع من الله تعالى، حرمه على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولو لم يكن الظلم متصورا، ولو كان محالا، فكيف يحرمه على نفسه؟ هل يحرم على نفسه المحال؟ هو لا يقع أصلا، فما الذي يحرم؟ هو الذي يمكن وقوعه. فأنت مثلا تمدح نفسك وتقول مثلا أنا لا أصعد إلى السماء، متى يكون هذا؟ إذا كان في مقدورك، إذا كان في مقدورك. فالله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كان يمكن أن ربنا يحاسبنا على أوزارنا وأوزار غيرنا. والله تعالى تنزه عن الظلم وقال وما كان الله ليظلمهم. وفي دليل آخر على أن الظلم يمكن أن يقع منه تعالى، لأنه علقه على الإرادة، فقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين. فطالما علق على الإرادة فهو ممكن، يعني يمكن أن يفعله، ولكنه لا يفعله لأنه تنزه عن ذلك، بل وحرمه على نفسه. ولو كان محالا فلا معنى لتحريم. إذن هناك تفسيرين للظلم. إذا فسرنا الظلم بأنه
التصرف في ملك الغير هذا مستحيل على الله. أما إذا فسرناه بأنه وضع الشيء في غير موضعه فهذا يتصور. طيب إذن في الأول يبقى محال عقلا، وفي الثاني محال شرعا. يلا. قال تعالى: وإذا يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني قال لمن يشاء، فممكن يعذب الأنبياء والملائكة، بس هو تعالى وعد بأنه يدخلهم الجنة ويثيبهم. وإذا قلنا هذا إيه؟ مرتبط به بالعقل. يعني ممكن يكون جائز عقلا وغير جائز شرعا. لأن العقل هو الذي يحكم بصحته ضرورة أنه لا يلزم من فرض وجوده محال. يعني لو أنه حصل وعذب الملائكة أو عذب الأنبياء، هل يترتب على ذلك محال؟ لا. والشرع لا يصحح ذلك، يعني أي أخبر الشرع ليس بتعذيب المطيع وإنما بتنعيمه، والذي ورد في الشرع هو تعذيب العاصي لا إيه؟ لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل. لماذا قال على سبيل التفضل؟ يعني لأنه لا يجب على الله تعالى الثواب والعقاب، فإن وثبنا فبمحض الفضل. ما يصح في العقل وجود أي وجود أفراده بمنزلة الفصل خرج به المحال، فإنه لا يصح وجود أفراده كالشريك والولد والنقائص كما تقدم، وعدمه أي عدم أفراده كذواتنا وصفاتنا الوجودية والنفسية والسلبية والمعنوية خرج به أيضا الواجب، فإنه لا يصح عدم أفراده كذات الله تعالى وصفاته الوجودية والنفسية والسلبية والمعنوية، بل هي واجبة الوجود لنفسها ولموضوعها يعني للذات الإلهية. ولما كان الجائز ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الضروري ما يدركه العقل بلا تأمل أشار إليه ممثلا بقوله. هنا جاءنا بأمثلة. الجائز يعني الموت، جائز أن نموت اليوم أو غدا أو قبل اليوم أو بعد الغد، كل جائز. لا شك في ذكر ما ذكر بالمشاهدة، فإن العقل يدرك هذا المعنى من غير تأمل ولا نظر، ولهذا سمي الجائز ليه؟ الضروري. أحيانا الله تعالى على الإيمان والإسلام والإحسان. ليه يجب أحيانا؟ عشان ذكر الموت كموت الواحد منا اليوم أو غدا، فقال أحيانا الله تعالى على الإيمان والإسلام والإحسان. يعني شوف هنا رجل صوفي لأنه ذكر الإحسان لم يكتفي بإيه. كثير يقول لك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان، هل رأيت أحدا يقول والإحسان؟ هذا رجل من أهل البصيرة فذكر الإحسان. وأماتنا الله كذلك يعني على الإيمان والإسلام والإحسان بجاه محمد صلى الله عليه وسلم واسمه الرحيم الرحمن، يعني هذا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأسماء الله تعالى الرحيم. هذا الضروري والنظر ما يدركه العقل بعد التأمل والنظر كتعذيب المطيع الذي لم يعصي الله تعالى طرفة عين قط. يعني العقل يحكم بجواز ذلك، لم يعصي الله أبدا، لأنه تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، فإن العقل يحكم بصحة هذا المعنى، لكن بعد التأمل والنظر، ولهذا سمي جائز نظري. وأما الشرع فلا يصحح ذلك، يعني هذا لا يجوز شرعا لأنه يعد كذبا، لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل كما تقدم. فقد اتضح لك أن هذه الأقسام الثلاثة ينقسم كل واحد منها إلى قسمين ضروري ونظري، وبحسب ذلك كان مجموع أقسامها ستة من ضرب ثلاثة في اثنين، ثلاثة اللي الواجب والمستحيل والإيه والجائز، في اثنين يعني في ضروري ونظري، فتكون إيه ستة.
وقد اقتصر في العقيدة على أن مثل لكل واحد من الأقسام الثلاثة بالضروري من قسيميه طلبا للإيضاح لئلا يتشغب بالتمثيل ما لا يدرك العقل حكمه إلا بعد التأمل. إنما تعرض المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في أصل العقيدة لشرح الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز. جاوبنا على السؤال ده، يعني لماذا عرف الواجب ولم يعرف الوجوب، أو عرف المستحيل ولم يعرف الاستحالة، أو عرف الجائز ولم يعرف ليه؟ لاستلزام تصورها تصور مصادرها. لأنه إذا عرف المشتق، أن الواجب ده مشتق من الوجوب والجائز من الجواز والمستحيل، فهذا يؤذن بتعريف المشتق منه، يعني لأنه يلزم من تعريفها تعريف مصادرها، لأنه معرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم بخلاف الإيه؟ العكس. طيب سؤال ثاني، لماذا قدم الواجب، يعني أول ما عرف عرف الواجب، قدم الواجب لشرفه وعقبه، يعني جاء بعد المستحيل، لأنه ضده، لأن الضد يفهم من الضد يفهم منه، وأخر الجائز لأنه شبه مركب منهما، يعني كأنه الجائز بيجمع بينهما فأخره. واعلم أن تقسيم هذه الأقسام الثلاثة إلى ضروري ونظري هو بحسب إجراء الله العادة. يا ربنا خلق فينا العلوم ضرورية أو نظرية، فلأجل هذا قسمنا الثلاثة إلى ضروري وإلى إيه؟ ليه؟ بعض العلوم ضروري وبعضها نظري. إن هل كل العلوم ضرورية؟ لو كانت العلوم ضرورية كلها لكان الناس كلهم علماء. طب ولو كانت كلها نظرية محدش هيتعلم. يبقى إذن العلوم منها ضروري ومنها إيه؟ ونتوصل إلى الضروري إلى النظري بالضروري، يعني الأول نبدأ بالضروريات بعد نصل إلى إيه؟ إلى النظري، يعني شيء يكمل شيء. يبقى بعضها ضروري وبعضها إيه؟ نظري. ويجوز أن يجوز بالإجماع أن تصير كلها ضرورية، بمعنى أن ربنا يخلق فيك علم لدني أو كشف فتعرف كل شيء، فيجوز بغير تعلم، ما هو النظر عاوز استدلال وعاوز تعليم، فيجوز الله أن يخلق فيك علما ضروريا، يعني تقرأ وتكتب وتعرف الأشياء كلها من غير تعليم، يعني العلم الضروري زي كأنك تدرك وجود نفسك. الأشياء الضرورية التي لا تحتاج إلى أدلة أو إلى نظر فتسمى إيه؟ ضرورية. فيجوز أن العلوم كلها تكون إيه؟ ضرورية، لكن هي الأصل أنه بعض العلوم ضرورية وبعدها نظري. ممكن تكون كلها ضرورية ممكن، إنما الخلاف في عكسه، يعني لا يجوز أن تكون كلها نظرية. ومنهم من جوز ذلك لأنه قال كلها متماثلة، فما جاز على أحد المثلين يجوز على الآخر، ما دامت بعضها ضروري وبعضها نظري يبقى كان يمكن تكون كلها إيه؟ يبقى هم اتفقوا على أن العلوم النظرية كلها ممكن ربنا يحولها إيه؟ لكن اختلفوا في العكس. السؤال هنا يجوز بالإجماع أنها تكون كل العلوم إيه؟ ضرورية، واختلفوا هل يجوز أن تكون كلها، هذا هو اللي فيه الخلاف. فمن جعل العقل هو العلوم الضرورية أو ملزوما لها منع أن تكون كلها نظرية، ومن قال إن العقل ليس نفس العلوم الضرورية ولا ملزوما لها جوز، يعني جوز أن تكون العلوم كلها نظرية. واعلم أن هذه الثلاث الأقسام هي اللي هي الثلاثة اللي الواجب والمستحيل هي نفس العقل عند إمام الحرمين وجماعة. إمام الحرمين هو مين؟ عبد الملك الجويني شيخ الإمام الغزالي، قال الثلاثة دي معرفتها هي العقل، فمن لم يعرفها فليس بعاقل، يعني ما يعرفش الواجب والجائز والمستحيل لا يكون في العقلاء،
وإن عرف الهندسة والطب والكيمياء والسياسة والفلاحة. العقل هو أن يعرف الثلاث، بدليل أن الإنسان إذا أوصى بثلث ماله للعقلاء فإنه يصرف لمن عرف هذه الثلاثة. فهنيئا لكم، أديكم عرفتموها، بس من الذي سيوصي لكم بثلث ماله؟ هيهات هيهات لما توعدون. ممكن واحد يعني يكون من العقلاء فيوصي، لكن هل رأيتم أحدا فعل هذا؟ بس ممكن، أبيكم سمعت افعل أنت، أوصي بنصف مالك للعقلاء والنصف الآخر للمجانين. واعلم أن الحركة والسكون يصح التمثيل بهما للأقسام الثلاثة، يعني ممكن تمثل للحركة والسكون للثلاثة. قال واجب ثبوت أحدهما لا بعينه، يعني الجرم إما متحرك إما ساكن، ده واجب. والمستحيل نفيهما، عروه عنهما واجتماعهما في محل واحد. والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص، ينفع تمثل بمثال واحد للثلاث. خاتمة ونسأل الله حسنها من المقرر عندهم، هو بيقول خاتمة يعني خاتمة المبحث يعني، ونسأل الله حسنها يعني حسن خاتمتنا وليس حسن هذه الخاتمة. هذا يسمى في البلاغة استخدام، يعني يطلق اللفظ بمعنى ويعيد الضمير بمعنى آخر. من المقرر عندهم أن الوجوب والإمكان والامتناع اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل العرض. يعني مثلا أعلى حاجة في الأجناس الجوهر، طب اللي فوق الجوهر إيه؟ يعني أعلى حاجة. مثلا لو نبدأ بالإنسان، أمثلك بالشجرة بتاعت إيه، الشجرة المرسومة في المنطقة اسمها شجرة مين، نسيت الاسم، موجودة في الكتب، في شجرة كده مسمينا على اسم واحد فيلسوف، مش عارفين منطق لا. الشجرة اسمها شجرة المدركات الذهنية، يعني مثلا هنمثل بالإنسان اللي هو النوع، إنسان، إيه اللي فوق الإنسان الجنس؟ ها؟ حيوان، إيه اللي فوق الحيوان؟ جسم نامي، إيه اللي فوق الجسم النامي؟ جسم مطلق، إيه اللي فوق الجسم المطلق؟ الجوهر، إيه اللي فوق الجوهر؟ ما فيش أجناس، الجوهر بسموه جنس الأجناس، أعلى حاجة. لأنه هو أصل المركبات. طالما أن الجوهر هو أصل المركبات فيمتنع إطلاقه على الله تعالى لأنه ليس مركبا. يبقى إذن فوق الجوهر إيه؟ مثلا إيه؟ موجود أو حادث، ده فوق الجوهر أو ممكن. فالإمكان والحدوث والوجود من عوارض الماهية وليس يدخل في الماهية. يبقى اللي بيدخل في الماهية اللي هو الذاتي، والخارج عن الماهية اللي هو العرضي، والذي ليس داخل في الماهية وليس خارج عنها هو النوع اللي هو الواسطة. إذن فما فوق الجوهر ده مش داخل في الماهية. يبقى إذن ليس الوجود جنس، خلاص، وليس الإمكان جنسا، وليس الحدوث، لأن هذا من عوارض الماهية. فإن الماهية تتعقل ثم يقال هل هي موجودة، هل هي حادثة، هل هي غير، إلى آخره. ولذلك أعلى حاجة الجوهر. وذلك هنا بيقول إيه؟ الوجوب والإمكان والامتناع دي اعتبارات عقلية وليست من قبيل الجوهر ولا من قبيل الإيه؟ لأن لو كانت من قبيل الجوهر هتدخل فيه في الماهية. فإن قلت إذا كانت هذه الأمور اعتبارات عقلية معدومة في الخارج، فما معنى قولنا الله واجب وقديم وزيد ممكن حادث في الخارج واجتماع النقيضين ممتنع في الخارج؟ فالجواب كما قاله بعض المحققين معناه أن العقل إذا نسبه تعالى إلى الوجود الخارجي
حصل له معقول هو الوجوب والقدم. ولذلك قلنا الوجوب والقدم دي اعتبارات عقلية وليست ايه امور وجودية في الخارج. واذا نسب زيدا الى الوجود الخارجي حصل له معقول وهو الامكان والحدوث. واذا نسب اجتماع الضدين الى الوجود الخارجي حصل له معقول هو الامتناع. يعني كل الصور الذهنية باعتبار الخارج نقول هذا ممكن، هذا واجب، هذا ممتنع الى اخره. ولما فرغ من الكلام على مواد ما تدور عليه مباحث علم الكلام هو الأقسام الثلاثة، شرع الآن في ذكر باب حدوث العالم وإقامة البرهان القاطع عليه، فقال فإذا عرفت. فده الموضوع ليه الجديد اللي هو إيه الكلام على حدوث العالم. ده يعتبر كل ما سبق تمهيد. أول مبحث في علم الكلام هو إيه حدوث العالم. المقدمات اللي قبل ده اسمها تمهيدات او مقدمات، بيسموها الامور الايه العامه. تمهيد للدخول في اول مساله وهي مساله ايه ها حدوث العالم، وده موضوع مهم جدا فنبدا فيه ان شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل افضل صلاه على محمد وعلى